بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا رقيب، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي كان من كمال رقابته لربه تنام عينه ولا ينام قلبه، فصار محلا لتجليات مولاه المنعكس منه على سائر الأكوان رحمة للعالمين، مراقبا للأكوان رقابة رحمة وهداية وشفاعة وحجة وبرهان، صلاة نتعلق بالرقيب حياء لرقابته فلا نعصاه، ورقابة لقلوبنا فلا تغفل، ولأرواحنا فلا تفتر، ولأسرارنا فلا تغيب عن رؤية مولاها، فنقوم بحق الرعاية لظاهرنا وباطننا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن نرقب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته قياما بحقهم وفناء في حبهم، وأن نرقب الله في خلقه فلا نظلمهم ولا نخذلهم ولا نحقرهم، بل ننصحهم ونرعاهم بوجه الله، يا من هو على كل شيء رقيب، كما قال الله في الحديث القدسي: الخلق عيالي وخيركم خيركم لعيالي. اللهم يا مجيب، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، أول مجيب لنداء كل الموجه للمعلوم المعلوم المراد إيجاده، فكان أول موجود وأول مجيب للعهد الأول يوم ألست بربكم فقال بلى، وأول المسلمين وأول العابدين، وأول مجيب لنداء البعث والنشور بقول: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول مجاب يوم القيامة بالشفاعة، صلاة تورثنا بها إجابة لكل داعي خير أو فلاح، فنكون أهلا لأن نكون مستجاب الدعاء مقبول الرجاء مع المقربين يا مجيب يا الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقضاء مصنفاته وزواره في الدارين، آمين. الحديث 54 هو كان حصل خلل في العد في الجزء الأول، لكن في الجزء الثاني من الكتاب ضبط العد، فده الحديث 54. راجعت أنا بالأمس ووجدت أن الخلل كان في الجزء الأول فقط بعد الحديث 23، وبعدين ضبطه في الجزء الثاني، فده الحديث 54 كما هو مكتوب، حديث دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو دعاء الاستسقاء على المنبر أثناء صلاة الجمعة، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسنادي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة بمعنى قحط، يعني أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال جبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا، فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا،
فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. ظاهر الحديث يدل على جواز الكلام للإمام وهو في الخطبة لأمر أكيد وجواب الإمام على ذلك، والكلام عليه من وجوه. هو ظاهر الحديث قبل ما نتكلم أن النبي له التصريف في الأكوان، النبي له التصريف في التشريع، له التصريف في الأكوان، له التصريف في الجنان، في الجنة كمان. فالنبي يبقى من أهل التصريف، جعله الله يصرف في الأكوان. إذا كان من الملائكة ربنا سماها مدبرات أمر، والملائكة لولا رحمة النبي ما ظهرت ولا خلقت، فمقام النبي أعلى من الملائكة. إذا كان من الملائكة بمدبرات للأمر، ربنا يقول والمدبرات أمر، يبقى النبي من باب أولى، من أهل التدبير ومن أهل التصريف. فله التصريف في التشريع وأمثلة كثيرة. كان يخص من شاء من أمته ببعض الأحكام صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يخيره الله فيختار. وقال في الحج: لو قلت نعم لوجبت كل عام وما استطعت، ولم يقل نعم. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ولم يأمرهم. فدل على أن النبي كان له التصريف في التشريع صلى الله عليه وسلم، وأيضا له التصريف في الأكوان. فكان إذا سار تظله الغمامة، وكان يشير للشجرة تأتي إليه على ساق بلا قدم تخط الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده على الشاة الحائل في وقت الجفاف فتبض باللبن ويحلبها صلى الله عليه وسلم. وكان في وقت الجفاف ولا يوجد ماء يضع يده في الإناء يتفجر ماء فيشرب منه الجيوش. فالنبي كان له التصريف في الأكوان لا شك في ذلك. ويوما عزم بعض الصحابة على شاة مذبوحة، وقال لخادمه: أعطني ذراعا، فأعطاه ذراعا. ثم قال له: أعطني ذراعا، فأعطاه ذراعا. ثم قال له ثالثا: أعطني ذراعا. فقال: وهل للشاة إلا ذراعان يا رسول الله؟ قال: والله لو لم تقل ذلك لأعطيتني ذراعا ما طلبت. يبقى النبي له التشريع التصريف في الأكوان. وكان في خطبة الجمعة يقف السماء لا يوجد فيها قطعة سحاب، وجفاف شديد مر على البلاد والعباد، فأشار إلى السماء، لم يقل حتى اللهم اسقنا، استمر في الخطبة أشار فقط. فمع إشارته خلق الله سحابا كالجبال، ونزل المطر في الحال حتى أنه نزل من على منبره والمطر يتحدر من لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، لأن سقف مسجده كان من الخوص ومن الجريد، فكان لما يزداد المطر ينزل من بينه من بينه. ولما استمر المطر استجابت السماء لإشارته أن يجتمع السحاب، فاستمرت تمطر لأنها لم تأخذ إشارة أخرى أن تكف، فاستمرت أسبوعا. فلما استمرت أسبوعا اشتكى له لهذا الأعرابي أو آخر أنهم غرقوا، فأشار وقال: اللهم حوالينا لا علينا، حوالينا لا علينا. فلما أشار انجابت عن المدينة وصارت كالحلقة حول المدينة، اللهم على الذراب وعلى الأكام. فهذا يدل على أن النبي له التصريف في الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. كان في أحد الغزوات افتقد أحد الصحابة، سيدنا أبي ذر في غزوة تبوك، بعدما خرجوا ومشوا حوالي عدة أيام، أين أبي ذر؟ لا يوجد في الجيش أبي ذر. فنظر إلى خيال بعيد فقال له: كن أبا ذر. فلما اقترب كان أبو ذر. فالنبي له التصريف في الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم، وله التصريف أيضا في الجنان أي في الجنة
في الآخرة، لأنه يدخل المؤمنين الجنة ويجلسهم في مقاعدهم، فإذا فرغوا من الدخول وفرغ هو من حساب الناس وشفاعة الناس جميعا دخل الجنة ورفع درجته، نقلهم عن درجتهم إلى درجات أخرى. فله التصريف أيضا في الجنة، مفتاح الجنة في يده، لا تفتح إلا له ولا تفتح إلا به. مفتاح الشفاعة هو صلى الله عليه وسلم، لا يبدأ الحساب إلا به وبحمده وبتوجهه إلى الله. فله التصريف في الدنيا، له التصريف في البرازخ، له التصريف في القيامة، له التصريف داخل الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. فالوجه الأول يقول: منها جواز الإشارة إلى شيء يعرف بالعادة يجزي عن تبيينه، يؤخذ ذلك من قوله سنة، أصاب الناس سنة، سنة يعني إيه؟ مدة من العام، لكن استخدمت عند العرب بمعنى الجد، وبمعنى لها معنى تاني مجازي مش معنى حقيقي، معناها الحقيقي اللي هي مدة الزمن، يقول لك سنة يعني 12 شهر مثلا، لكن العرب استعملتها بمعنى تاني، سنة يعني شدة وجفاف. والقرآن جاء بالمجاز: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، السنين اللي هي الجد. يبقى سنة صارت لها معنى مجازي آخر تستخدم ويشار إليه بمعنى الجذب لا بمعنى فترة الزمان. يعني لو حصل جفاف ولو شهر يقول لك سنة، مش شرط بقى يقعد جفاف لمدة 12 شهر، واضح؟ فأصبحت رمزا للشدة والجفاف أو المجاعة. يؤخذ ذلك من قوله سنة ولم يعين ما هي، لأنه قد عرف بالعادة أنه أشار إلى السنين التي فيها القحط والجوع. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلها عليهم، لما النبي دعا على عليهم على مضر: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللي هي العجاف، سنين الجفاف يعني. اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم انجي الوليد بن عتبة وربيعة وعياش والمستضعفين بمكة. ويجوز الاستسقاء بالدعاء من أهل الفضل بغير خروج، يعني النبي سن لنا صلاة الاستسقاء، وليها نظام في الفقه إن الإمام يأمر الناس إنهم يصوموا 3 أيام الأول، ثالث يوم بعد صيام 3 أيام يأمرهم بالخروج، يخرجوا يصلوا في الخلاء، ويأمرهم ما يخرجوا ياخدوا معاهم كمان الدواب والمواشي والأطفال والنساء، ويخرجوا يلبسوا أخلق ثياب عندهم، أقدم ثياب، ويلبسوا الثياب بالمقلوب، كل ده لإظهار الافتقار، ويصلوا في الخلاء على هذه الحالة علشان يظهروا كمان الافتقار إلى الله ويدعو الله. يبقى هم بيدعوا والإمام بيدعي وهم بيأمنوا، والدواب بتنعر وبتريعر والأطفال بتبكي، كله يوم ربك سبحانه وتعالى يستجيب ينسى. ده النظام اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، لكن هنا ما عملش كده، ده هو مجرد اشتكاله أشار للسماء، حتى ما قالش اللهم اسقني. فدل على أن يجوز الاستسقاء من أهل الفضل وطلب السقيا من أهل الفضل، وأن أهل الفضل يمكن أن يطلبوها من الله بالإشارة دون خروج ودون صلاة ودون حتى لفظ، بعرض الحال والإشارة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز الاستسقاء بالدعاء من أهل الفضل بغير خروج، وهنا الدعاء كان بإشارة اليد ليس بتلفظ اللسان، واضح؟ لأن الدعاء قد يكون بالإشارة، أدعوك يعني إيه؟ أطلبك أن تأتيني، أقول لك تعالى كده بالإشارة، مش هتقول لك تعالى، ممكن أدعوك بيدي يعني أشير إليه أن تأتي. فالدعاء هنا دعاء هو إشارة اليد إلى السماء أن تستجيب لهذه الإشارة فتنزل المطر منها، لأن السماء جهة المطر. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخاطب الحكمة التي هي نقاب القدرة، فأشار إلى الحكمة اللي هي السماء التي جعلها الله مصدر نزول الأرزاق، وإن كان الحقيقة أن الأرزاق تنزل من الله بلا جهة لأنه بكل شيء محيط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الحكمة
التي كانت نقابا للقدرة صلى الله عليه وسلم من باب التعبد. كان ممكن يشير للأرض فينبع الماء، لكن هو أشار للسماء، لأن عادة العرب في الصحراء ألا تخرج الماء من الأرض بل ينزل من السماء، فاحترم العادة المستقرة التي بها يسقي الله العباد، فلم يرد أن يخرقها صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدلك على تأدبه مع الله في سنته في الأكوان صلى الله عليه وسلم. ولو أشار إلى الأرض لانفجرت منها المياه، ولكن لم يفعل، مراعاة للعادة المستقرة في بلاده أن المطر غالبا ما ينزل من السماء. يؤخذ ذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث عند قول الأعرابي له ما قال. دعاء لما تدور في الحديث ما تلاقيش النبي دعا باللفظ، يبقى أشار الدعاء هنا يقصد بالإشارة إلى السماء اللي هي الدعاء. الوجه الثاني فيه دليل على طلب الدعاء ممن فيه أهلية للقبول عند الملمات، يبقى لما يحصل لك ملمة تروح تسأل أهل الفضل وأهل الإير الدعاء المستجاب، تروح لأهل القرآن، أهل الصلاح، أهل العبادة، أهل التقوى، هم دول تروح تقول لهم ادعوا لنا إن ربنا يفرج عنا، ولا هتروح لأهل الفجر تقول لهم ادعوا لنا؟ مش هينفع، لأن لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رضع لصب علينا العذاب صفر. فالشيوخ الركع لهم الصالحين أهل قبول الدعاء، وعلشان كده الأعرابي عمل كده، عمل كده في حال حياة النبي. مين أفضل من النبي في حال حياة النبي؟ ما فيش. فراح لأكبر فضل معلوم عنده، وهو أفضل فضل على الإطلاق كان أمامه النبي. كان ممكن يروح لأبو بكر، ما هو له فضيلة، كان ممكن يروح لسيدنا عمر، أي صحابي ما هو من أهل الفضل، لكنه إذا وجد أهل الفضل فليذهب إلى الأفضل، ولا يترك المفضول ولا يذهب للمفضول في وجود الفاضل طالما تيسر له الفاضل. دي كلها أدب نتعلمه من هذا. فيه دليل على طلب الدعاء ممن فيه أهلية للقبول عند الملمات، ومن أدب الطلب بث الحال إليه قبل طلب الدعاء. طبعا لما تيجي تطلب من الصالح لازم تشرح له اضطرارك وحالك. ليه؟ لأن لما تشرح له حالك يقوم هو ينفعل معاك، يقوم يدعي بانفعال، يدعي باضطرار، يدعي بحرارة، ويبقى ده أرجى للقبول. علشان كده راح قال له ايه، هلك الايه المال، ويقصر المال عندهم الدواب، لان مال الاعراب ايه عباره عن المواشي وعباره عن الابل وعباره عن الاراضي والمزروعات وعباره عن الغنم، هي دي المال بتاعهم. هلك المال، شرح له الموضوع، وضاع العيال، واخد بالك، وهلكت المواشي عطشا، شرح له الاضطرار. يوم النبي لما ينفعل شفقه عليه يوم يدعو بحراره، واضح؟ يبقى من طلق لما تيجي تطلب دعاء من الصالحين تشرح لهم حالك، تعمل عرض حالي، تعرض حالك عليهم اولا، كويس؟ دي من ادب تقديم الدعاء، مش مجرد انك تقول ادعي لنا يا عم الشيخ، عم الشيخ يقول لك ربنا يكرمك وخلاص كده بكلمه عاديه، فهمتني؟ لكن غير اما تقعد مع الشيخ وتشرح له اضطرارك، يقوم الشيخ ينفعل ويحصل له يعني تكدر في خاطره، وربنا يغار على قلب وليه انه يتكدر، يقوم ربنا يزيل الازمه اللي انت فيها عشان ما يتكدرش قلب وليه، وان كنت انت ما تستحقش. فهمت ازاي؟ ما تستحقش الا عن طريق هذا، لكن انت مباشره من غير هذا الصالح انت ما تستحقش. فهمت ازاي؟ بسبب معاصيك ربنا اراد انه يختبرك، يعاقبك، يفرج عنك معاصيك بانك انت يعيشك في شده فيغفر لك ذنوبك. فهمت بقى المساله؟ مش معناه ان هو بيعاقبك عقوبه ايلام، قد يكون الاخذ الثمرات ونقص الثمرات عقوبه لتلجا الى الله، لانك كنت في غفله في حال الرخاء، فاراد ان يضيقك الجوع حتى تقول يا رب يا رب. وعلشان كده لازم الواحد ياخد باله من مثل هذه النواحي. ومن أدب الطلب، الطلب من الصالحين، بث الحال إليه قبل طلب الدعاء. يؤخذ ذلك من قصد الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالإجماع الأفضل، فطول حياته عليه الصلاة والسلام لا يقصد في المهمات غيره إجماعا.
ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول للعباس بعد وفاة النبي عند احتياج الناس إلى المطر وخروجهم إلى الاستسقاء: كنا نستسقي بالنبي عليه السلام، والآن نستسقي بك فإنك عمه وأقرب الناس إليه. ويؤخذ الأدب في تقدمه تبيين الحال قبل طلب الدعاء من فعل الأعراب ذلك، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. النبي ما قالوش أنت بتشتكي الشكوى الغير الله مزلة، ما قالوش كده، وكان ممكن يقول له كده. لا، النبي عنده شفقة، لأنه هناك من الناس ما لا تتحمل الشدة، وهناك من أهل الاستسلام والتفويض يتحملوا هذا. عشان كده ما جاش الطلب من سيدنا أبو بكر ولا من سيدنا عمر ولا من كبار الصحابة، لأن تعودوا أن مع النبي فوضوا الأمر لله. لكن ده ضعيف مش مستحمل. فرب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي الناس ويجعل إيه، إن الضعيف هو سيد القوم، فطلب من أجل الضعفاء والناس اللي تقدر تتحمل الشدة شربوا وكانوا على حساب الضعفاء، يبقى محمولين على الضعفاء. يعني ما بيبقى معاك ضعفاء يمكن ولادك ما تستحملش الجوع، انت تستحمل تجوع، يوم ربنا يكتر الأموال والأكل في بيتك تأكل انت على حساب عيالك. لو ما كانش عندك عيال كان هيجوعك، لأن عارف انك تتحمل. لكن لما يبقى عندك عيال عارف انه ما يتحملوش، يوم يكتر الاكل في البيت وانت بتاكل على حسابهم، مش تقول لهم انا بصرف عليكم، انت بتعرفش مين اللي عايش على حساب مين. فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده الواحد ياخد باله ان ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يحدث ان هو يطعم قوي الايمان بضعيف الايمان. شفت ازاي؟ ويرفع الكرب عن ضعيف الإيمان بقوي الإيمان. فكل دي من رحمات ربك سبحانه وتعالى، لأن ربنا لا يريد أن يفتن أحد. الوجه الثالث فيه من جهة الحكمة أنك إذا شكوت ما بك من الضر لمن فيه دين رق لك، وكان دعاء لك بقريحة، بقريحة يعني بحرارة. فهمت؟ لأنك صعبت عليه، فلما تصعب عليه والنبي كله شفقة ورحمة ينفعل، ولما ينفعل يقوم يدعو بحرارة، لما يدعو بحرارة وتوجه إلى الله يكون أرجى للقبول. فهمت؟ أدي المسألة. وعند تلك الرقة وجمع ذلك الخاطر المبارك ترجى الرحمة والإجابة. الوجه الرابع فيه دليل على أن فرض الكفاية من قام به كفى إذا عرف وجه الصواب في ذلك. يؤخذ ذلك من أن هذا الأعرابي لما لحق الناس ما لحقهم من القحط تعين على الكل اللجأ إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما نزل بهم. وفي الوقت من هو أعلى من ذلك الأعرابي مثل الخلفاء رضي الله عنهم وجلة الصحابة، فلم يتكلموا، وقام ذلك الأعرابي بالوظيفة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو لم يكن ذلك كذلك لقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا يعلم به أن الحكم ليس كذلك، لأن تأخير البيان عند الحاجة لا يجوز. يعني النبي اكتفى بشكوى الأعرابي بالرغم اللي هي بالنيابة عن الكل وما شهدش، قال لهم أنتوا كمان مشتكيين ولا رأيكم إيه؟ نستحمل ولا ندعي؟ ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفى بشكوى أحدهم وخلاص، واعتبرها أنها شكوى عن الكل. وبعضهم ترك الشكوى مع وجود الشدة لكمال استسلامه وتفويضه لربه، والآخر لا يتحمل فشكى على ذلك. فالنبي لا يريد أن يفتن أهل الإيمان الضعيف، فأراد أن يرفع عن الكل صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس فيه دليل على أن طالب الحاجة ينادي إلى من يطلبها منه بأرفع أسمائه، مش يحرق يقول له يا محمد احنا عطشنا لا، قال له يا رسول الله، كأنه متوجه إلى الله. لما قال له يا رسول الله كأنه متوجه إلى الله، كأنه بيشتكي لله. فهمت بقى المسألة؟ أن الأعرابي نادى النبي صلى الله عليه وسلم بأرفع أسمائه وهو رسول الله. الوجه السادس فيه دليل من الحكمة استعطاف المطلوب منه الحاجة، فأنه مما تسر به النفس، فقد يكون عونا على قضائها، لكن بشرط ألا يتعدى في ذلك لسان العلم، تحرزا من أن يكون ما يسر ذلك الشخص به ممنوعا شرعا. يعني وقال له يا رسول الله، ما قالوش مثلا إيه، يعني مبالغة مثلا، قال له مثلا إيه
يا من تسوق الأرزاق إلى العباد. كلمة دي تشتبه، كلام ده يوجه لرسول الله ولا يوجه إلى الله؟ تشتبه، ما بلغش. لا، ده قال له يا رسول الله خلاص تمشي، فما تروحش بقى إيه للولي اللي يدعي لك تقول له يا مفرج الكروب أيها الولي، وإن كان تفريج الكروب ممكن تأتي على يدي بس مجازا وليس حقيقة. فعليك أن تبالغ في النداء، ولكن تعرض الحاجة وما تقولش أمور في الشرع تشتبه فتبقى فتنة للناس. واضح؟ زي ما بيحصل بعد جهلة الصوفية لما بينادوا الأولياء بتوعهم، بينادوهم بأهجات، يجي الجماعة اللي هم الوهابية يسمعوا كده ويقول لك أعوذ بالله شرك، استغفر الله، إيه ده؟ ده بيقول لهم كأن بيكلموا ربنا، وهو ما يقصدش كده، بس جهله خلاه يختار ألفاظ تشتبه. وبالتالي لازم الإنسان يتخير الألفاظ مع تعظيم الواسطة، لكن بألفاظ تكون غير محظورة شرعا وغير ملتبسة المعنى، ودي نقط مهمة. يعني مثلا يروح للدكتور يقول له شفيني يا دكتور، شفيني يا دكتور، هو ما يقصدش ان الشافي مع الدكتور، لا، هو يقصد شفيني يعني عالجني، بس هو قالها كده، بس ده لفظ مشتبه، لان واحد تاني يقول له اتسيب تاخد، لا، ربنا هو اللي بيشفي يا اخي، مش كده برضه؟ لكن لما يروح يقول له عالجني يا دكتور، انت راجل شاطر ومجربينك وربنا بيجري الشفاء على يديك، شوف كلام مش ملتبس، اي واحد يسمعه يقول لك اه جرى ده كلامه مظبوط حلو، غير اما يروح للدكتور يقول له شفيني يا دكتور، كلمه مشتبهه تحتمل معنى صحيح يقصد بالشفاء هنا العلاج، وتحتمل معنى قبيح تقصد انه يخلق الشفاء وهذا لا يكون الا لله. فيبقى الانسان لابد اذا طلب من عالم الحكمه عالم الاسباب الشكوى ان يشتكي بلفظ غير محظور شرعا وغير ملتبس المعنى، ودي نقطه هامه ناخد بالنا منها. لكن بشرط الا يتعدى في ذلك لسان العلم، تحرزا من ان يكون ما يسر ذلك الشخص به ممنوعا شرعا فلا يجوز، لانه من حاول امرا بمعصيه كان له ابعد فيما يرجو. وقول هلك المال، المال عند العرب هي الابل، كما ان المال عند اهل التجاره الذهب او الفضه، وكل احد بحسب عادته. الوجه السابع فيه دليل على رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، لان النبي رفع يديه وأشار إلى السماء ورفع يديه، أشار إلى السماء ورفع. يؤخذ ذلك من قول فرفع يديه، ولذلك لم يروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه رفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء خاصة. وهل يرفع في غيره من الأدعية أم لا، فيه خلاف بين العلماء. وقول وما نرى في السماء قزعة، القزعة اللي هي القطع يعني، أي شيء يستر من السحاب. وقول فوالذي نفسي بيدي ما وضعها، أي ما أتم الدعاء. وقول حتى ثار السحاب، أي كثر. وقول أمثال الجبال في هذا الموضع دليل على عظم قدرة الملك الجليل سبحانه، يؤخذ ذلك من سرعة اختراعه عز وجل يعني خلقه لذلك السحاب العظيم في هذا الزمن القريب جدا. الوجه الثامن فيه دليل على عظم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ ذلك من سرعة إسعافه عليه السلام بمطلوبه في الوقت لاستجابة الأكوان لإشارة النبي، أشار للقمر انشق، معروفة استجابة الأكوان للنبي كانت استجابة عجيبة وسريعة. الوجه التاسع فيه دليل على جواز مساق اليمين في الكلام، وهو من أحد الأقسام التي يسميه بعض الفقهاء لغو اليمين، يؤخذ ذلك من قول فوالذي نفسي بيده. الوجه العاشر فيه دليل على أن تغير العادة قد تكون دالة على رحمة أو غيرها، يؤخذ ذلك من أن حبس المطر قبل تغيير حاله وهو يؤول إلى هلاك المال فهذا تغير نقمة. وقد جاء إذا أبغض الله قوما أمطر صيفهم وأصحى شتاءهم، وكون تعجيل السحاب والمطر عند دعاء سيدنا صلى الله عليه وسلم تغيير إعادة إلا أنها تغيير رحمة. وقول ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتي، أي لم يفرغ من الخطبة حتى كثر المطر، لأن المطر ينفذ من سقف المسجد، لأن سقف المسجد كان من جريد النخل، ولا بد أنه كان يحبس شيئا من المطر ثم يهطل حتى يتحادر المطر على لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الحادي عشر
وفيه من الفقه أن الخطبة أو الصلاة إذا تلبس بهما لا يقطعان للمطر. يعني إذا كنت أنت في الخطبة أو في صلاة والدنيا مطرت ما تقطعش الخطبة عشان الدنيا مطرت، ولا تقطع صلاتك عشان الدنيا مطرت، تستمر مطر. إيه المشكلة؟ يعني شوية مطر هتنزل عليك مية، واخد بالك؟ يؤخذ ذلك من أن سيدنا صلى الله عليه وسلم نزل عليه المطر حتى تحضر على حياته وأتم الخطبة والصلاة. الوجه الثاني عشر فيه دليل على أن الدعاء من أكبر وسائل الخير، يؤخذ ذلك من سرعة الفائدة بدعائه عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ألهم الدعاء فقد فتح عليه أبواب الخير. ولهذا يقول أهل الصوفة أن الدعاء نفسه عين الخير وقضاء الحاجة في حكم التبع، لأنه مناجاة للمولى الجليل وإظهار الفقر إليه، وهي خلع عبودية ولم يخلع على عبد أجل منها. وكفى في ذلك قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فما حصل إليهم الشرف الرفيع ولا الحماية العظيمة إلا بهذا الوصف العجيب، وهو وصف العبودية. وقد قال عز وجل في الضد: وإن الكافرين لا مولى لهم. الوجه الثالث عشر قوله: فمطرنا يومنا هذا إلى قوله الجمعة، في دليل على أن الإعطاء يكون على قدر حرمة الشفيع. فلما كان هنا الشفيع صاحب الحرمة العظيمة توالت الأمطار حتى استوفوا. يعني لو إحنا حتى وربنا استجاب الدعاء هينزل المطر ربع ساعة وخلاص، لكن شو بقى علشان حرمة الشفيع استمر 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 كرم بقى. ده لو مطرنا يعني أصلا. فيه دليل على أن الإعطاء يكون على قدر حرمة الشفيع. فلما كان هناك هنا الشفيع صاحب الحرمة العظيمة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم توالت الأمطار حتى استوفوا ما أرادوا من الخير. ولهذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم: أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون. الوجه الرابع عشر فيه دليل صوفي، لأنهم يقولون: قدم محبوبك عند مطلوبك تجد مرغوبك. قدم محبوبك يعني حبيبك الولي يعني الصالح، تقدمه عند مرغوبك عند مطلوبك تجد مرغوبك. ما هو مطلوبك ومرغوبك واحد، بس هو هنا تفنن في العبارة يعني، بس هو المطلوب والمرغوب خد بالك، لكن ايه هو بيفنن العبارة يعني عشان العرب ما تحبش تكرر، عندهم مرادفات كتيرة يحبوا يلعبوا بلغتهم. العرب كده عندهم اللغة بتاعتهم يحبوا ايه يستفوا زي ما عايزين، فيقول لك: قدم محبوبك عند مطلوبك تجد مرغوبك. وممكن تقول لك: قدم محبوبك عند مرغوبك تجد مطلوبك، تمشي برضو لانه المعنى واحد، المطلوب والمرغوب. ونقف على الوجه الخامس عشر غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا مجيب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، أول مجيب لنداء كن الموجه للمعلوم المعدوم المراد إيجاده، فكان أول موجود. وأول مجيب للعهد الأول يوم ألست بربكم فقال بلى، وأول المسلمين وأول العابدين، وأول مجيب لنداء البعث والنشور بقول: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول مجاب يوم القيامة بالشفاعة صلاة تورثنا بها إجابة لكل داع خير، لداع خير أو فلاح، فنكون أهلا لأن نكون مستجاب الدعاء مقبول الرجاء مع المقربين. يا مجيب يا الله. اللهم يا واسع يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي وسعت به الأكوان رحمة وعلما، ووسع الناس هداية وعطاء وشفاعة وخلقا، ووسع الجاهل علما وحلما، صلاة توسع بها علينا ومن معنا في الرزق والعلم والفهم، حتى نسع كل من سألنا ولا نخيب رجاء من قصدنا تخلقا بأخلاق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا واسع يا عليم يا حكيم. اللهم يا حكيم يا من تؤتي الحكمة من تشاء، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي آتيته الكتاب والحكمة ليعلمنا ويزكينا، صلاة تورثنا حكمة من حكمته في أقوالنا وأفعالنا وعقولنا ووجداننا، حتى نتقن ونحكم ما أقمتنا فيه وأردته منا، فإنك تحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. يا الله يا حكيم يا من أتقن كل شيء. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.